البلد الآمن أهله، هذا البلد الطيب، ولكم جميعا كل التقدير وكل الشكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في لحظات أخرى ونحن قد كوننا هذه الآليات وبدأنا الحوارات الحقيقية. وبالطبع طبعا لهذه الآليات لجان متخصصة أخرى كثيرة. وأنا حقيقة عندما قررنا أن نأتي إلى هذه الجلسة أيضا أخذنا في الاعتبار أنه لجنة الحوار، تكوين لجنة الحوار، وقد أتينا وفي جعبتنا أيضا أسماء قومية نعتقد أن أشخاص يستحقون أن يكونوا لنا لجنة الحوار بما لهم من خبرات ودراية بهذه المسائل. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الكودي. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والمجد لله في العالي وعلى الأرض سلامة بالناس المسرة. سيد الرئيس، في هذه الأمسية الطيبة، هذه الأمسية المباركة، احنا تنادينا كلنا كقادة وقائدات لهذا الشعب السوداني عشان نجلس في هذه المائدة المستديرة، عشان نتفاكر في كيفية أنه نصل إلى كلمة سواء بيننا، عشان نكون عندنا توافق، نكون عندنا وحدة، نكون عندنا خطط وبرنامج واستراتيجية في كيفية أنه نخرج أو نخرج هذا البلد من المشاكل الحاقت ببلدنا. جينا سيد الرئيس لنتواصل على الحق، وأيضا نتواصل على الصبر لكل البلاءات اللي البلد ده ماشي فيه. نحن بنمر بفترة في تاريخ السودان ما سهلة، لكن هذا الجمع اللي تدعتنا له، واحنا كلنا قادة، أبناء وبنات هذا الوطن، قادة بتاعت أحزاب سياسية، وبنمثل تمثيل حقيقي لهذا الشعب. هذا التوافد في هذا اليوم أنا أعتقد أن هي مسألة فعلا تاريخية، وممكن منذ الاستقلال ممكن ما قعدنا كمواطنين سودانيين وقادة سودانيين عشان نتفاكر سويا في كيفية أن نحل المشاكل بتاعتنا بتاع هذا البلد. وما جاء إلا بعد يوم 27 يناير عندما قمت بهذه المبادرة، وضعت لها الأركان الأربعة الخاصة بالسلام والاقتصاد والهوية والمشكلة السياسية. اليوم حسب الدعوة، الدعوة هي دعوة لوضع آليات في كيفية تنفيذ أو العمل على إخراج هذه المبادرة لحيز التنفيذ. وفي كلمتك في هذه الأمسية في بداية هذه الجلسة أدتنا مؤشرات هي الممكن فعلا تساعد وتشجع حتى الذين لم يأتوا. المؤشرات الأربعة التي تخطيتها السيد الرئيس، اللي هو الحرية الكاملة بالنسبة للنشاط السياسي، الإعلام، وإطلاق سراح
كل السياسيين بالإضافة حتى للذين يحملون السلاح، أنه أديتهم الفرصة أنه يشاركوا في هذا الحوار. وأنا أعتقد بأنه في الجلسة دي أنا حسبتها كان قبيل في الدخول في 8 مقاعد فارغة، لكن الآن في 6 مقاعد فارغة الذين لم يأتوا لهذا اللقاء، الذين لم يلبوا الطلب أو الذين لم يلبوا الدعوة بتاعتك. وأنا أعتقد بأنه هذه لحظة إحنا هذه اللحظة التاريخية لابد إحنا كلنا كسودانيين في هذه الجلسة ننسى حتى الولاءات بتاعتنا الحزبية، وننسى ولاءاتنا القبلية، ننسى ولاءاتنا الدينية وغيرها، عشان نقدر بكل صدق وإيمان أن نوصل هذا البلد، نوصل الأشياء اللي طرحتها السيد الرئيس أن تمشي بهذه الطريقة اللي ممكن توصلنا لبر الأمان. والشعب السوداني في الآن وإحنا بنتكلم في هذه القاعة هو بنتظر هل نحن جادين أو غير جادين في كيفية أنه نحقق الطموحات والآمال بتاعته. أولا عشان كيف يعيش في سلام ويعيش في أمن، اللي هي الفقرة الأولى في مبادرتك، وفي كيفية أنه هو يحسن المستوى المعيش بتاعه عشان يحسن الاقتصاد بتاعنا، ونجي في مسألة الهوية من نحن، وفي تالي المشاكل السياسية فيما يختص الحريات، يختص الدستور، يختص بالمسائل السياسية في كيفية أنه إحنا كيف نتوفق زي ما قلت قبل أنه كيف نأتي إلى كلمة سواء بيننا في كيفية أنه هذا السودان يمشي لقدام. قدمت مجموعة بتاعت مقترحات وهي كلها متشابهة حقيقة في أنه هذا الجمع الموجود ما يحتاج تاني عشان نجي تاني نقعد عشان نكون آلية جديدة لإدارة هذا الحوار أو هذه الحوار الشامل اللي جاء من المقترحات بتاعت السيد الرئيس أو المبادرة بتاعت السيد الرئيس. الناس قالوا 14/7/7، في ناس قالوا غيره كده. هذه أنا أعتقد بأنه أيها الأخوة والأخوات من الضرورة بمكان أنه ندي السيد الرئيس فرصة يختار 14 برئاسته هو، ويأخذ من الطرفين كما يشاء. ودي طبعا بتعتمد على الرؤية بتاعت الرئيس في من، إذا كان هي ألوان الطيف، إذا كان أخذ من النواحي كثيرة جدا جدا، وفي ناحية بتاع تخصص وفيها غيره. لكن هذه اللجنة العليا أو الآلية العليا أنا أعتقد بأنه هي مش غير أنها تأخذ العمل الفني، أما المحاور الأربعة إذا كان السلام والاقتصاد والهوية والمشاكل السياسية دي برضها لابد أن تكون موجودة في لجان، نقول لجنة فرعية أو نقول كيف ما تسمى. هذه اللجان هي لجان تكون تخصصية. الأخ صديق المهدي قبل في الكلام أنه لازم يكون مجلس قومي للسلام، لأنه أنا بعتقد بأنه المسألة بتاعت السلام هي أولوية وهو فرض عين لكل واحد فينا موجود هنا. هذه المجلس القومي للسلام عشان ياخذ المبادره او النقطه الاولى بتاعت المبادره اللي قالها السيد الرئيس. الاقتصاد لابد برضه من ان نكون لجنه، ما بضر نحن الاحزاب ما كلنا عارفين الاقتصاد، لكن تكون في اجسام علماء ناس فاعلين في الناحيه الاقتصاديه على اساس انه كيف احنا نقدر بمشاركه ببعضنا كلنا كأحزاب. احنا كده اللجنة الاقتصادية اللي خدتنا دي اي زول في حزبه يجيب لنا رؤية شنو في هذا الاقتصاد كيف يمشي لقدام. مسألة الهوية برضو يا اخوانا بالمناسبة دي لأول مرة رئيس دولة
من منذ الاستقلال يجي يطرح لنا مسألة بتاعت الهوية، ودي مسألة ما سهلة يعني، برضو نشوف العلماء بتاعنا بتاعت عشان يشوف لنا الهوية بتاعتنا السودانية اللي ما قدرنا نفصلها لحد يوم الليلة. وهكذا أنا برضو بسني الكلام بتاع أخونا تيجان السيسي فيما يختص بمسألة بتاعت السياسة الخارجية. يا جماعة السياسة الخارجية بتاعتنا دي أنا قايته في 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 ماي أناليسيس، والله إحنا السياسة الخارجية دي ماشيين كداري. لابد أن ما نكون عند المشكلة مع السياسة الخارجية. السلام ما بجي ما بكون كويس إذا كان ما عندنا سياسة خارجية كويسة، ما الاقتصاد ما حيتصلح إذا كان ما مشينا في سياسة خارجية كويسة. والسياسة بتاعتنا ذاتها كدولة it cannot we cannot reach المقاصد دي إلا نكون عندنا جيرة إقليمية ودولية وغيره، تكون عندنا. ودي دي دي مسألة سودانية لابد أن احنا نناقشها بكل وضوح وبكل صراحة. ولذلك أنا أرى أنه برضو يعني كمقترح برضو أنه لابد ما أنه نعالج المشكلة بتاعت السياسة الخارجية. الشيء المهم في ده كله وزي ما قلت في البداية وأنه إحنا توافدنا عشان نقدر نقعد بإجماع وطني وخالص النوايا، ممكن نصفق الأحزاب بتاعتنا، لكن عشان ننقذ هذا الوطن يا جماعة كلنا لابد من كل واحد فينا يكون على قدر المسؤولية بتاعته، لأنه ده حوار وطني، ده شغل وطني، ده الحل الوحيد اللي ممكن يدينا لقدام. الأخوان المايو بالتأكيد والله لو قرأت البنود الأربعة اللي قدمها السيد الرئيس بكرة المقاعد الشغرة ده أنا متأكد أنهم هيجوا بدون ما يكون نكون لها حتى عشان يمشي عشان نحن ما عندنا حاجه غير انه البلد دي نقدر نطلع من المشكله الموجوده دي. انا بشكرك يا سيد الرئيس للمبادره بتاعتك، وبشكرك للكلمات الاول النقاط الاربعه اللي انت يعني اعلنتها في هذه الليله المباركه، واتمنى انه كلنا يا اخواننا نكون على قدر المسؤوليه، وشكرا جزيلا. فاطمة عبد المحمود. فاطمة عبد المحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة عبد المحمود، رئيس تنظيم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي. سيد الرئيس نشكرك على هذه الدعوة الكريمة، ونشكرك في أن جمعتنا في هذه الجلسة والتي أعادتنا لتاريخ المائدة المستديرة، والجمع والوحدة الوطنية التي شهدناها في الاستقلال وفي أكتوبر، لكن بفوت أبريل عشان سيد صادق. فالحقيقة نرحب ترحيب بكل النقاط الأربعة، والتي هي من متطلبات الإخوة والأخوات الذين لم يحضروا هذا الاجتماع، وقد تكون متطلبات عامة ولكن لا بد أن تراعي القانون وأن تكون في مصلحة العمل السياسي والعمل التنفيذي في البلاد. يعني إطلاق صراح المعتقلين السياسيين وحوار حملة السلاح والمشاركة في الحوار أعتقد أشياء أساسية بالنسبة لبناء الوطن الذي دخلت فيه هذه التفككات التي شهدناها تاريخيا. السودان في تاريخه السياسي شهد كثير من المصالحات، وطبعا أطول عمر نظام
مر على السودان هو ثورة الإنقاذ، ربع قرن من الزمان، بعدها ثورة مايو 16 سنة، بعد الفترات الديمقراطية المختلفة التي أغلبت رأس السيد الصادق المهدي. فأنا لا أستطيع السكوت والإشارة إلى مايو بالسلبية الكاملة، ونحن نناقش الوحدة الوطنية والسلام ومساعي الوطن الإيجابية التي يسعى لها السيد الرئيس وزملائه وبقية الأحزاب. 6 أبريل ورجب للتاريخ، الأحزاب التي قامت بهذه الحركة أغلب من الأحزاب الإسلامية والجبهة الإسلامية، والغالب الأعم هو الحركات الخارجية، كانت بتدار من مدن، من واشنطن وباريس والقاهرة والخرطوم، وسقطت مايو بحسابات خارجية مدروسة. كان الرئيس ينتظر الطائرة كي يتحرك، وكانت لا تتحرك لا نقصا في البنزين ولا في القيادة، وإنما تخطيطا كي ما يجري بالريموت كنترول في الخرطوم. ولذلك أنا أحب أقول للأخ الصادق المهدي، ونحن أبناء مايو والذين عملنا فيها، أحب أن أقول له في جو المصالحة والوحدة الوطنية، نأمل مستقبلا أن لا يذكر ما يمكن أن يفرغنا. نحن نكن له كل الاحترام والتقدير، وشاركنا شخصيا ونحن في مايو في مصالحته مع الرئيس نميري ومع مايو، وأنا شخصيا كنت أحد الذين ذهبوا إليه واجتمعوا معه ومع أعضاء حزب الأمة في إنجلترا، وحملوا الرسائل من أجل المصالحة. السيد الصادق آمل أن لا تكرر هذه المسائل التي تفرقنا. نحن أبناء وطن ونكن لك كل التقدير ولهذا البلد، وما يسعى إليه السيد الرئيس وما يتحلى به الإخوة لقيادات السياسية، وأذكر منهم يعني الأخ الترابي، الشيخ الترابي، على روحه السمحة الوطنية التي ظهرت في هذا الاجتماع والتي لم أسمعها سنوات طويلة. هذه اعتبارات. والأخ غازي، نأمل من كل الذين لديهم أحقاد ومشاعر، نحن في الحياة السياسية لدينا الكثير غير معلوم بدون إحصاء، فيجب أن نترك ونكفل الصفحات السيئة السلبية ونبدأ حياة جديدة، لأن المستقبل ينتظرنا وشبابنا وأطفالنا ينتظرونا في هذا المحك الذي تحدث عنه الأخ أحمد نهار بعقلية سياسية وعقلية طبية، حلل الحالة النفسية والحالة السياسية باعتبار أنها كيس ستدي. فلا بد أننا يعني نخرج من المسائل دي، ونشكر شكر جزيل للأخ الرئيس على هذه المساعي وعلى تنازلاته المستمرة من أجل المصلحة الوطنية. وأنا أقترح إن أمكن أن يكون هذا الاجتماع بمسمى مسمى الدائرة أو المائدة المستديرة الثانية